مساء النور حبيبتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم جيت عاوتاني جبت لكم فيديو جديد، نتمنى يا ربي يعجبكم. انا عامل واحد الكولي اللي هو بلدي وكلاص ومزيون وخفيف مع الحويلقات ديالو. هاد الحجيرات مره اخرى عملنا الكولي وحلقات ديالو باللون غوز بيبي. بقاو عندنا هاد الخضيرات، غنحاول نعملهم بلديين شويش. بعدين شنو غنحتاجو؟ عندي هاد اللؤلؤ، هاد العقيق مزيون، هذا الخيط ديالو كيعمل 15 درهم 20 درهم على حسب كل واحد شحال كيبيعو. عندي هاد اللنقاصه، هادي كيبقاو اختيار ديالكم باش تزوقوا. وطبعا هاد الحجيرات، وعندي هاد الطريبشات. هاد الطريبشات راهما كيتباعو هيدا مدورين، ولكن انا غنحتاجهم بهذا الشكل هذا باطو، فانا تكيت عليهم بيدي هيدا باش يرجعوا باطو، لان ما نقدروش نجبروهم. هادو موجودين ولكن هادوك باطو ما كيناش، اذا حنا غنحاولوا نتكيو عليهم هيدا باش نرجعوهم باطو. عندنا هاد الخريصات ديال الحلقات ومسمرات، غنحتاجو مسمرات هادو. وعندي هاد القباطات، هادو اول مره غنستعمل معكم. هادو القباطات اللي كربطو بهم في الخيط في الاخر، اذا بداو على بركه الله. ومقوصه طبعا، ولقاقط، هما هذوك اللقاقط اللي كيقطع اللي كيبريسي اللي كيدور. نسيت ما جبتش المقفل، نجيبو. اذا نحتاجو مقفل، انا عندي بقاو لي غير هاد المقافل الصغارين. هذا كيبقى اختيار ديالكم شريهم كبار ولا صغار، كاين بالذهبي كاين في النقري. او هاد السنيسله، اذا نبداو على بركه الله. وما جبتي السبيب عاوتاني. وهاد السبيب دائما 0.30، اذا نبداو على بركه الله. اذا غادي نعدلو حلقاتهم الاولانيين. وعندنا هاد لي بول صغارين، هادو كيبقاو في على حسب اختيار، بغيتو تعملوهم عملوهم، ولكن ممكن يزيدو يزينو شويش الموديل. الا كان كاينه هاد، كاينه العبار وكاينه ديال الخيط، من الاحسن تشريو ديال الخيط. نبداو على بركه الله. نقول لكم هذا كنشبرهم كنتكيو عليهم هيدا باش كيرجعوا هاد الشكل الباطو. من هاد المسمرات ضروري خصهم تبريصاو، كيجيو عوج هيدا. ندخلوا هاد العقيقه ستيتوين، هادي هي الاولى، وغنعملو هاد الطريبشات اللي انا تكيت عليهم شويش وبدت لهم فورمه. مسمر في شي حاجه هنايا، اذا ندخلو هادي هنا. كنشبرو هاد الطريبشات وحنا كنبريسيوهم على هاد العقيقه، لا حتى كنشكلو الشكل ديال العقيقه باش كيجيونا بحال الشكل ديال الباطو، حيت ما عنجبروش حالهم. المهم انا عدلوهم بيدنا هنا. نزيد هاد العقيقه صغيره، خصناش نعمرو هنا بزاف باش ما يتقدرناش هاد المسمار هيدا. وغنجيبو هاد لينكاس، صافي هاهي. لا لا نسيت، غنعملو واحد طريبش عاوتاني بحال هيدا، وغنشبرو وغنتكيو عليه تيشبر الحجم ديالو مع العقيق هيدا. اسمحوا لي الا كان يدي كيمشي هيدا، رانا كننسى راسي هيدا. هنا راه بقى لنا غير شويه ديال، اذا غادي نزول هادي، غنخلي غير هاد لنقاصه على حساب ما بقاش المسافه بزاف. شفتوا هنا صافي، غادي نعدل الخرصه ديالي. دائما كنلويو السلك هيدا شويه ومن بعد كنرجعو فيه
هادو راه ساهلين الحلقات، رانا كنوريهم لكم دائما. صافي هنايا صافي، هنا غادي نزيرو صافي. هادي الحلقة ديالنا بهاد الطريقة، هادشي هادو غادي نحاولو نتكيو عليهم هيدا مزيان باش كيتبريصاو مع الشكل ديال الحجرة هيدا. اذا هادي هما الشكل ديال الحلقة، تعيجيو هيدا بهاد الشكل. اذا غادي نعدلو الكولي باش ما نطولش عليكم عاوتاني. هنا غندخلو هاد الخيط على جوج، ندخلو بحال اللي كنعملو دائما باش كنعملو سريفة. هيدا هنا انا غادي نعمل العقيق غير على واحد، الا بغيتو تعملو على جوج كتعملو على جوج. انا غادي نعمر هاد العقيق من هنا باش نوريكم كيفاش غيجي في الوسط. هذا هو الخيط ديالو طويل، يعني شوفوا الخيط ديالو راه هو طويل. هذا العقيق ديالو مزيونين، الشكل ديالو مزيون. اذا انا غادي نزلق هاد الخيط من هنا وغنرجع لكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. اذا حبيبتي انا عملت النص ديال الخيط. هنا شنو غنعملو؟ غنجيو في الوسط وغادي نعدل وحده بحال الشكل ديال الحلقه، يعني غنبرسيو عليها هاد الطريبشات وغنعملوها بشكل ديال الحلقه باش غنعملوها تعليقه في الوسط. هاد المره خصنا نزيرو هاد الدوره، هادي خصها تزير مزيان. علاش؟ باش ما تخرج لنا شي، تخرج لنا شي من الخيط. هادا خصنا نزيروها مزيان هايدا بهاد الطريقة، وغادي ندخلوها في الخيط باش تجي تعليقة. نعمل هنا الخيط على جوج، يمكن لكم تعملوا على واحد، واخا تعملوا على واحد ما تخافوش انه ما غاديش يتقطع بهيدا بهذه الطريقه. وغادي نكمل الدوره باش نرجع نوريكم الشكل النهائي. اذا حبيبتي انا ساليت هذه، ساليت هذا الدوره. هذا كيبقى الاختيار ديالكم تعملوه طويل او لا تعملوه على حساب العنق. انا عملته موين يعني على حساب العنيق باش كتجي هاد التعليقة باينة. هنا شنو غنعمل؟ بما ان عندنا هاد السدادات هادو، غادي نجيو هنا وغنربطو هادا، ونعاودو عاوتاني نربطو. نزيدو نربطو هيدا بهاد الطريقة. دابا شنو غنعملو؟ نجيبو السدادات غادي ندخلوهم هيدا وطع ديك العقدة، شفتو هاهي، وغادي نبريسيو عليهم. نبريسيو عليها هيدا صافي. هنا ما كتبقاش العقده زازا. صافي هذا كنقطعه. صافي هنا شديناه، غنجيبو السلسله اللي غنركبو كندخلوها في هاد العوينه.
تم بقى خصها تفتح صافي. كندخلوه هنايا وكنشدو هاد السنسله صافي. ها هو المقفل ديالنا مع السنسله. هنا كنزيدو ديك العقيقه بحال دائما. نعمل تاعي عقيقه وحده ذهبيه صغيره صافي. وغنزيدو نكملو هنايا بحال دائما. صافي حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال هذا الكولي اللي كيجي مزيون، اللي هو بلدي لا عصري، فيه ديك اللمسه المغربيه الخضيدار الذهبي. هادو دائما كنقول لكم عملوا الفيرني باش ما يكحل لكم شي دغيا، ولا كتعملوا شي ليمون ما يمكنناش نعملوا الليمون وهما يعني مزلقين. وهادو حتى هما راهما النحاس هادو الا شتم بداو كي بقاو كيتكحلوا شويه كتملوا معاه شويه ديال الحامض تقولوا الحامض وصافي وكيوليو كيشعلوا عاوتاني. نتمنى يا ربي يكون عجبكم هذا الفيديو، مكنتش طولت عليكم، وعملوا لي لايك باش يطلع على الفيديو، لان فيديوهات بقاوش كيطلعوا مره هاد اليومين صافي كلشي هود والله العظيم ملي كيجي لي ياس عاوتاني. عملوا شويه لي لايك باش يطلعوا لنا الفيديوهات، واللي ما كيوصلوهش الفيديوهات ديالي يولي حيد الاشتراك ويولي عاوتاني يعملوا ويفعل الجرس باش يبقاو طلعوا يوصلوا له الفيديوهات. نتمنى يا ربي يكون عجبكم هذا الفيديو، ومع السلامه حبيباتي، الى اللقاء، موعدنا الفيديو القادم ان شاء الله يا رب.